على طار الرياضة دكتور تسمح لي، يعني في لك تغريدة تقول انه اسبوع رياضي مختلف في السعودية، ليش؟ الاسبوع الماضي ولا هالجاي؟ الماضي كله ترى الاسبوع الماضي ولا لا الماضي. الحقيقة انه الاتحاد في القاع وهو الاساس، تعرف اساس الكرة السعودية، فاهتز فكل اللي فوق ارتبكوا. اول ضربة جزاء للنصر يا رجل، اول هزيمة للهلال، اول فوز للاتحاد، بس الاتحاد قال بسم الله وحرك الدنيا، تحركت. الشيء الثاني، انت تعتقد انها تحركت لتحرك الاتحاد؟ والله اعتقد والله اعلم، لانه لا، انت لما تكون عمار 10 ادوار وتهز الاساس كل اللي فوق يهتز. طيب الشيء الثاني، حتى الاسبوع الجاي انا اعتقد انه الجمعة حيكون مباراة، وفي الليل مباراة وفي العصر مباراة. صح، انا اعتقد انه هذه الهلال والاهلي والنصر والاتحاد، واعتقد انه قد الاتحاد قد وقد ليست تفيد اليقين، قد يهدي الهلال هدية ثمينة بأنه يفوز على النصر. يفوز على كم تتوقع نسب فوز الاتحاد؟ لا نسبة كبيرة طبعا. طيب قبل ما نروح للفيديو، معلش، في كذا مصادر الخاصة تقول إن عندك فكرة لتطوير المنتخب. اي والله، تقول لا لا الاسبوع الجاي، لا طويله لازم اشرحها، تعرف اني انا طريقتي ما احب الاكل نص استواء، لازم استواء كامل. اسوء شيء انك تشتري لحمه ولا تطبخها. طيب توعدنا فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى.